وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال المؤتمر الصحفي إلى أن القمة شملت التوقيع على ثلاث وثائق، هي إعلان الرياض السياسي، وثيقة الخطوط العريضة للتعاون الشامل بين الصين والدول العربية. كما تم توقيع وثيقة تعميق الشراكة العربية الصينية من أجل السلام والتنمية. أهم شيء في كل هذا الزخم اللي احنا شفناه النهاردة أو اللي شاهدناه النهاردة هو التفاهم العربي الصيني على ثلاث وثائق رئيسية. إعلان الرياض، وده إعلان سياسي يتضمن الرؤى المشتركة بين الجانبين هي للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مقدمة هذه القضايا القضية الفلسطينية وقضايا كثيرة أخرى في إعلان الرياض. ولكن أيضا كان هناك وثيقة الخطوط العريضة لخطة التعاون الشامل بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية، وهي تتضمن أوجه التعاون العملي بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأي شيء تفكر فيه هتلاقيها موجودة في هذه الوثيقة. وبعدين الوثيقة الثالثة والأخيرة تعميق الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية من أجل السلام والتنمية.